يعني بعد التحية وبعد مساء الخير، ربما مباراة في غاية الأهمية للمارد الأحمر النادي الأهلي المصري على النجم الساحلي في دور إياب دوري أبطال إفريقيا. نحن نتحدث الآن وسط جموع من الآلاف من المصريين الذين يحتفلون منذ أكثر ما يزيد من نصف ساعة، وتحديدا في بداية الشوط الثاني. في الشوط الأول خرج الأهلي بثلاثة أهداف، في حين أنه كان يحتاج إلى أي فوز فقط ولو بنتيجة هدف واحد من أجل الوصول إلى النهائي ومباراة الفيصل النهائية مع الوداد المغربي الذي فاز منذ قليل وصعد إلى المباراة النهائية. 6 أهداف حتى هذا التوقيت مقابل هدف واحد للنجم الساحلي. هنا كما نرى في الشاشة وفي المشهد الآلاف من المصريين يتابعون المباراة. نحن هنا في وسط من الشعبيات، لكن على الأقل يجب أن نشير أن هناك الملايين من المصريين ينتظرون نتيجة هذه المباراة. بعد غياب 4 سنوات عن دوري أبطال إفريقيا يعود الأهلي مرة أخرى إلى المباراة النهائية، وهذا ما ننتظره. كلها دقائق إن شاء الله معدودات، ويعلن ويسدل الستار عن هذه المباراة. نرى في الجماهير حفوة كبيرة، يعني كنت أرى على مدار التوقيت أن بين كل هدف وهدف ترتج المكان بالهتافات التي تؤيد المارد الأحمر. نرى في كل لحظة الجماهير واللعيبة. هنا تم التشكيل أو الإحماء لعماد متعب، كان هناك رد فعل كبير من جماهير النادي الأهلي الذي تظن أن هذا التوقيت هو وقت الهداف المحترف عماد متعب. مباراة كانت ليست سهلة على النادي الأهلي، خصوصا بعدما هزم هناك في سوسة في النجم الساحلي 2-1. إذا كنا نرى الآن، نحن نشاهد الآن على مستوى الجميع هذه الهتافات التي تملأ هذا المكان اللحن بصدده. نرى على مدار التوقيت أن كل لحظة ولحظة نسمع هتافات كثيرة مؤيدة ومعلنة للنادي الأهلي هنا في هذا المكان. نحتفل ربما بعد دقائق معدودات عن هذه الاحتفالية الكبرى. فوز الأهلي المصري في هذه المباراة هو رصيد كبير للصعود مرة أخرى إلى دوري أبطال إفريقي والنهائي. يعني إذا كنا نتابع هذه الشاشة على مدار الأوقات التالية، يعني نحن نرى كما نسمع هناك من الهتافات التي تملأ هذا المكان. يعني دعونا نشاهد على مدار هذا التوقيت وعلى مدار هذه الدقائق المعدودات على نهاية هذه المباراة. نفيد بس أخيرا ببعض المعلومات التي تتعلق بالنادي الأهلي. هذه هي المباراة 13 للفريقين مع بعض سويا، الأهلي والنجم الساحلي. يعني كان التعادل هو سيد الموقف في 7 مباريات منها، وفاز النجم الساحلي على الأهلي المصري ب3 مباريات، بينما فاز النادي الأهلي بمباراتين فقط. وإذا كان هذا هو الفوز الثالث فيتعادل في المباريات الذي التقى مع بعض. نحن نسمع الآن الشعار والهتافات المتعلقة بالحشود الجماهيرية الأهلي، وتحديدا الألترس الأهلي كما نسمع على خلفية هذه الكلمات. الأهلي صعد على مدار 10 دورات إلى مجموعة النصف النهائي، وإلى 21 مرة في مجموعة الربع النهائي. ربما بعد دقائق معدودات ستحسم هذه اللقاء للفوز إلى النادي الأهلي، وننتظر النهائي المبكر مع الوداد المغربي. لعل وعسى أن تكون هذه الفرحة طلت خير على الشعب المصري الذي رأى يوم أسود منذ الليلة البارحة. هذه المباراة وما بعدها من مباراة نهائية إن شاء الله، أعتقد أنه الدور رقم 9 في دوري أبطال إفريقيا للنادي الأهلي. وهذا عودة مرة ثانية إلى استوديو تين تي في.